بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أما بعد، باب المسح على الخفين. قال العلماء جزاهم الله خير الجزاء: المسح لغة هو إمرار اليد على الشيء بسطا، ومسح الخفين هو إصابة البلة في خف مخصوص لمحل مخصوص وزمن مخصوص. مشروعية المسح على الخفين. عن سليمان عن بريدة عن أبيه رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد ومسح على خفيه، رواه مسلم. شروط المسح على الخفين: الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة، سواء طهارة مائية أو طهارة بعد المسح. ذلك أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما، رواه الشيخان. الشرط الثاني أن يكون المسح من الوضوء وليس من الغسل من الجنابة. ذلك أن صفوان بن عسال رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، يعني على سفر، ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، رواه الترمذي وأحمد وابن ماجه والنسائي. الشرط الثالث التوقيت. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين قال: 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، رواه مسلم والنسائي. الشرط الرابع طهارة الممسوح عليه، والطهارة ضد النجاسة. والنجاسة نوعان: نجاسة عينية فلا يجوز المسح عليهما، ويجوز المسح على الخفين إن طرأت عليهم نجاسة حكمية. ومن أراد المزيد في هذا الشرط فليراجع موسوعة أحكام الطهارة أبو عمر الدبيان حفظه الله. إذن هذه الشروط وهي 4. كيفية المسح. قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه، رواه أبو داود. ظاهر خفيه. متى يبدأ وقت المسح؟ يبدأ وقت المسح عند الوضوء بعد الحدث، عند الوضوء بعد الحدث. وهي رواية عند أحمد واختيار اللجنة الدائمة في فتاوى اللجنة الدائمة، واختيار الشيخ الألباني رحمه الله في رسالته المسح على الجوربين، واختيار الشيخ الألباني رحمه الله في كتبه الفقهية، وغيرهم من العلماء كالنووي رحمه الله. المقدار المجزئ في المسح على الخفين: إما بأصبع واحد أو أو 3 أو 4 أو 5، وهو مذهب الشافعي واختيار ابن حزم. نزع الممسوح عليه. قيل يعيد الوضوء، وهذا الكلام ضعيف، وقيل يعيد غسل الرجلين، وهذا كلام ضعيف، والقول الثالث أنه باقي على طهارته، وهو الصواب بإذن الله، وهو اختيار الحسن البصري وشيخ الإسلام ابن تيمية والألباني وغيرهم من العلماء رحمهم الله جميعا. ومن أدلتهم أن علي رضي الله عنه بال قائما ثم توضأ ومسح على نعليه، يعني على الحذاء، مسح على نعليه، ثم أقام المؤذن، يعني قام الصلاة المؤذن، فخلعهما، ثم تقدم فأما الناس، رواه البيهقي وابن أبي شيبة. إذن لفعل علي رضي الله عنه أنك لا تعيد الوضوء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وعلي رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين. إذن نزع الممسوح عليه فيبقى الإنسان على طهارته، يبقى على طهارته، لا يعيد الوضوء ولا يعيد غسل الرجلين. هل يجوز المسح على النعلين أو الجوربين المخرقين؟ نعم يجوز، وهو اختيار الشيخ الألباني رحمه الله، وهذا القول هو الصحيح بإذن الله. نواقض المسح على الخفين: الناقض الأول الجنابة، حديث صفوان بن عسال. الناقض الثاني التوقيت، لقوله صلى الله عليه وسلم: 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، رواه مسلم والنسائي. الناقض الثالث نزع
أكثر القدم ثم الإحداث بعد ذلك، فلا يجد المسح على الجوربين مستقبلا. إذن هذا ما أردت أن أبينه في باب المسح الخفين، وكتب كثيرة تكلمت عن مسح الخفين، منها رسالة للشيخ العثيمين، وكذلك رسالة للشيخ الألباني رحمه الله، والكتب الفقهية فهي كثيرة بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما ينفعنا في الدنيا وفي القبر ويوم لقاء الله تعالى. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.